هذا هي جم الشوكولا قال بخذيها يضربني بالطامة هذا والله قلنا لها لامو قلنا لها لامو اشوف هذا ليه هلا بس يجوا لا من منيسه اه رجعي شوي لورا لا من شكاتي لا امه لا لأموت؟ ايش قلتي لها؟ قلت لها انه ابنك عم بيضرب ميساء عم بيضربني ايش قالت لك قلت لها اه هلا بتكسر ايه؟ تمام هلا رح اشكي لامه مرحبا كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم معكم انا عليا ورجعت لكم فيديو جديد مثل ما شايفين اليوم بلش معكم هيك فيديو نشاط وهمة وحماس اليوم رح اشارك معكم فيديو متنوع كتير وفيه كتير شغلات حلوه وفيه تجهيزات حفله الحجاب لبنتي فيه زياره لبيت حماي فيه جوله بالمول ورح احكي لكم عن الشغلات عشان أنتوا تستفيدوا منها للبنات الموجوده بتركيا طبعا شغلات انه انا بستخدمها للبيت ورح اشارككم فيها ويلا هلا اذا حابين تكملوا معي الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك من ايديكم الحلوين وتكتبوا لي تعليق حلو كمان مثلكم بحبكم كثير وخلونا نبلش الفيديو سوا طبعا هو بلش وصار مبلش كثير كمان الفيديو يلا حطوا لي لايك خلي لي قلبكم مشان يرتفع الفيديو وشكرا كثير لتفاعلكم معي هلا هون مثل ما شايفين اول اول شيء نزلت على المول جبت اغراضي وهيك وبالمناسبه هذا مخلى حماتي اللي حكيت لكم عنه وقت الاجت جابت اللي جابت لي وقلت لكم كنت عندها وشوينا واكلت المخلل اي هذا هو هون هلا هون نحن ما فينا ببيتنا نشوي يعني ما مسموح مثلا كان عزمت بيت حماي لعندي. وانه شوينا هون عنا بس عنا ما مسموح بالستاي تبعيتنا يعني انه ما فينا انه نشوي فكتير انا من عشاء الشوي يعني كتير بحب الشوي وهلا هيك مشتيه على المعلق صارنا زمان ما اكلنا فقلت له لزوجي انه بناخذه ومنروح عند بيت خالي عند بيت حماي انه بنشوي هني كلها كان يعني بنعزمه لعنا وبنشوي عنا بس عم لكم انه ما في مجال فاخذنا اغراضنا ورحنا عند حماتي هيك طبعا دقينا على تليفون انه لانه نحن جايين على ميت السلام انا في البيت واخذنا اغراضنا ورحنا وبلشنا هيك نشوي طبعا حماتي ما عندها حدا هي وعمي وابن حماي شب واحد بس يعني ما في غيرهم فمشان هيك رح تشوفوا شوي هيك الطاوله مثلا زوجي اللي حط الاكل خالي كانت عم تجهز له السلطات تعطيهم بالمطبخ وهون بعثت لي هي مشان اغلي لهم شاي على الفحم وانا كنت يعني انه بس لعب ضمه هيك فكان التصوير كتير سريع وهيك كتير يعني انه لقطات بسيطة لانه ما شاء الله يعني الشوي كان منيح وما في حدا يعني عرفته فمشان هيك انه كان صعب علي انه اصور يعني خالي ابو سأل انا فرمت لي السلطات وساعدتني وجليت هي جلي كليت والله انا ما جليت شيء واخر الشيء اجت بنت حماية يعني اجت تشرب معنا قهوة طبعا تعشت وشربت معنا قهوة بس كنا مخلصين شوفوا مشان ما تشتغل اجت اخر وقت لو والله بمزح حرام البنت ما خبر يعني me آه انه اخر وقت يعني اجت عرفته وهون انا كيفت اكثر الشيء هون على البلكون شوفوا طلعت لبرا صرت اشطف البلكون واكت مي وهيك عن جد انا هون عندي ما بنقدر نكت مي ابدا هنيك كنت مي هيك مثلا بالصالون وبالممر وهيك هيك حياه حياه عن جد بتاخذوا راحتكم والله كثير كنت مبسوطه كانت اجواء كثير حلوه ضلينا سهرانين لوقت كثير يعني متاخر وهيك بعد ما نظفت وشي قعدنا انا وبنت حماي على البلكون طبعا اجت هي حرام كملت جوا مع خاله ساعدت خاله بقالكم على طول نحنا ما في فرق بيناتنا هي اشتغلت هي ما اشتغلت هي عملت هي سوت تمام ما في فرق بيناتنا يعني كليتنا نفس الشيء هون رشينا هيك هالزرعات مي صارت تفيح ريحتهم كتير طيبه ودخلت لجوا مشان انه بعد ما خلصت البلكون والممر وهيك اشوف بيت خالي شوفوا صورت لكم خالي ما بتعرف طبعا هون كان ابن حماي وطلع لبرا فصورت لكم بيت خالي شايفين ما شاء الله مع انه ما عنده حدا على طول هيك بيته مرتب وبيت نظيف يعني مره كبيره ما شاء الله صبايا في كثيرين ما بيكون هيك بيتهم شوفوا والله عن جد يعني هي ما بتعرف انه انا صورت البيت شايفين ابن حماي كان عم يشرب قهوه قاعد وطلع لبرا وانا صورتها للغرفه والبيت يعني ما شاء الله كل ما منجي لعنده هيك بيتك كتير نظيف يعني طبعا هلا وقت التعزيل مثلا من التعزيله للتعزيله هيك كل فتره كل مناسبه شيء بساعدوا الصبايا يعني كل بنت بتعمل شيء مثلا كنينه وبناتها وهيك طبعا وانا منهم بس حسب مين فاضي يعني حرام ما شرط انه لازم الكل يساعدها ما شرط انه كليتنا لازم كل وحده تعمل شيء لا حرام مين فاضيه بتعمل لها هي الحوسه هيك الكبيره لخاله وتمام ما وهي ما شاء الله كل يوم هيك ما شاء الله بيتها على طول نظيف عبيضوي الله يشدها بالعافيه ويخلي لنا اياها يا رب طبعا هذا صورته بدون اذنها يعني انه ما ما خبر بس انه ما صورت الا غرفه القعده ما صورت غرف النوم هيك وكانوا هنيك قاعدين يعني ما صور شيء مع انه كله والله ما شاء الله عبيضوي وهي هون حتى المطبخ كان يعني انه لسه بنت حماية عم بتلم فانا خلصت البلكون وهي لميت غلت لي قهوه وطلعت لبرا قال لك يوم انا بغلي لها قهوه لمرت اخوي والله رح اصورك على اليوتيوب واقول لهم شوفوا بنت حماي غلت لي قهوه وطلعت لي هلا برا طبعا من مزح يعني وقعدنا انا وياها هيك نحكي ونشرب قهوه و... هاي كانت اجواءنا وهلا يلا كمان رح نروح على المول طبعا قلت لكم هون جوله كثير سريعه وهيك صورت اجواء كتير سريعه رح نروح على المول رح اعرفكم على شغلات رح افرجيكم تجهيزات الحفله اللي رح اسويها مش عم بنتي طبعا انا تاخرت فيها كثير هلا بصراحه في عندي شغله يعني وشفتوا قلت لكم انه رح اغير عفش البيت بالمناسبه لهلا ما اخذت شيء لانه اللون اللي بدنا اياه مثلا تفصيل وانا ما ما بدي تفصيل انا ضد التفصيل وفي كثير بنات قالوا انه مثلا في انه عند السوريين في هيك تمام والله مو مشان انا كثير بحب انه اشتري شغلات من عند السوريين وهيك بس اما شغل تجاري يعني عرفتوا انه طبعا بالنسبه لسعره مثلا 6000 و7000 وهيك تمام بس والله كثير تجاريات يعني انه بتقعدوا على الكرسي بيفتحوا اجريه هيك يعني عرفتوا انه ما ما شغل مكن بفضل اخذ مستعمل من عند اتراك وما بفضل انه اخذ هي الغرفه عن جد هلا شايفه لغرفة القعده مستعمله وكثير حلوه ومرتبه يعني خسرانه ثلاث ارباع او هي جديده مقطوفه أطفال يعني احتمال اخذها هي لغرفه القعده طبعا غير هذيك تبعيد غرفه الضيوف فما عندي مشكله بس انه عم تواصل معهم لسه ما ردوا والمشكله انه هي بقضنا وانا بانطاكيا بس طبعا رح اشوف حدا انه يجيب لي اياها عرفته يعني والله ما عندي مشكله انه سوري او انه مستعمله تكون جديده هيك يعني عن جد كثير عادي بالعكس انا بفضل الشيء يكون مناسب لإلي واللي يكون سعره انه حلو انا استفيد منه يعني يكون جديد وحلو هون يجينا على المول وانا عبقر ونسيت المول ونسيت الجوله بالمول طبعا انا بس انه راح اشارك معكم كتير صبايا كتبوا لي مشان الرز فقلت عم بشتري اغراض بقول لكم هيك عن شغلات حلوه انه في المول في المره بتستفيدوا منها هلا هون هذا الشوك ماركت دخلت عليه مشان اخذ منه يعني هيك شوية اغراض هلا الشوك ماركت يعني ما باخد ما باخذ منه كتير بصراحه بس بحب اتفرج على العروض بالمناسبه هذا مثل اللي عندي بس على المي كتير إذا كانت المي تقيلة بسكر بينزل يعني فما بنصح فيه زيادة للغسيل ولا هيك كويس بس للحمام ما هالقد وهي كتير حبيتها مع أنه شفتها أكثر من مرة وهلأ ما اشتريتها لأنه كنت رح أخذ غراض ما فيني أشيلها رح أشتري كتير اغراض يعني فإن شاء الله مرت الجاي رح أجيبها للي عندهم جلاي أو اللي ما عندهم حتى بيغسلوا الصحون بتحطي فيها سائل بتغسلي هيك الصحون بعدها بتلايفيهم بيصير كتير هوين يعني. يعني عن جد كتير حبيتها فكرة كتير حلوة وبال مناسبة سعرها كتير رخيص يعني ما توقعت انه هيك انه 13 ليرة بس هي موجودة بالشوك ماركت والشوك فيه ميزة حلوة انه اذا بتاخدي بقيمة خمسة 25 ليرة بتاخدي من العروضات اللي وراهم مثلا علبة الفيري بتبقى 26 من ال 40 لل 26 عرفتوا بتنزل عروضات كتير حلوة وهلا هون هي البيم كمان باخذ الطحين السكر ثلاث ارباع اغراضي باخذها من البيم هلا صايره شوي عم بميل على اليوز على بعض الشغلات طبعا مو كل شيء مثل الرز مثل ادويه الغسيل الشامبويات هيك كتير شغلات لانه اليوز بير كتير بيعمل عليه هون عروضات طبعا انا عم بحكي هيك مشان انتو تستفيدوا مثلا هاي الشاي انا بستخدمها من هون كتير شغلات عم لكم فانا عم لكم هيك مشان انتم كمان تستفيدوا يعني انه بتعرفوا انه وين في مثلا ادويه الغسيل بالبيم كتير غاليه باليوزبير بينزلوا ارخص الشيء على طول عروضات وبالشوك بس قليل بس باليوزبير أكتر اكثر العروضات بتصير الرز هلا مقدمني عليه كمان من اليوز مشانه كل هالتصوير مشانه هاي بسكويتي المفضله ورجيتكم اياها هي وهي السودا وجوز الهند هدول الثلاثة هدول كتير بحبهم فكنت عم بصور ورجيتكم بسكويتاتي المفضلات فإذا اللي عم يسمعني وحابب يعزمني جيبوا لي من هدول البسكويت لأن <applause> كده بمزح معكم يعني مين راح يجيب لي إياها وهون كمان بتنزل عروضات كتير حلوة والحلو بالبيم إنه وقت بينزلوا ديزاين بينزلوا ديزاين كامل يعني إنه كل الشغلات من نفس الماركة مثلا هلا نزل هذا اللون بينزل كل الشغلات من هذا اللون الرمان كله بالرمان عرفتوا كاتي كله هيك لولو لو كاتي كله لولو كاتي انه هيك بينزل اخذت هاي السكينه والشارة مشان الفواكه ما بعرف شفتها نازله جديد أخذت قلت انه اذا بتساعد هيك مشان تزيين الفواكه وهيك ما بعرف جربتها اذا في من الصبايا اخذين كتبولي هيك من هون باخذ الكاتشب المايونيز الزيت كتير شغلات من البيم سميد كلهم انه نوعيتهم ممتازه وسعرهم بيبقى مقبول عرفتوا انه سعرهم طبعا هلا بنعرف نحن كليتنا انه الاسعار ثلاث دبال عن قبل يعني اللي شغله اللي كانت بخمسه صارت بعشرين يعني لهالدرجه وهذا الرز اللي كان عندي ادمان ما كنت اغيره والاورنج للمحشي واليبرق وهيك بس بصراحه هلا ما عم بستخدمه ابدا ابدا بس اخر مره اخذت من هذا الازرق للمحشي لانه آه ما كان عندي من الشوك ماركت يعني عرفته وهيك هي جولتنا هون هلا رح نروح كمان على مول تاني رح افرجيكم على بير رح افرجيكم الرز هنيكه طبعاً حاولت كتير اختصر بهذا الفيديو موسيقى مشان البنات اللي ما بتحب تسمع عن جد والله حكون علينا ونحن ما فينا نحط كل مرة موسيقى شكل وما فينا النوع في عليها حقوق يعني صعب كتير انه نحط وهون هدول الشغلات اللي موجودة ببراد البيم كتير طيبين مثل هذا البصل المقلي هدول الاصابيع ايش كان اسمهم برك الجبنه وهيك نسيت اسمهم بصراحه كتير شغلات البوظه الكيك هذا البارد التشيز كيك كتير طيبين التوست طيبين بالهذا وفكره الفريز حبيتها انه على طول بيكون موجود كمان بالبرادات البيم والبطاطا المقلية كمان بستخدمها كتير هيك كأنها بطاطا جاهزة وهدول العجينة اللي أخدناها للعش عن عنجد البطاطا هلأ الأولاد كتير بيحبوا البطاطا اللي بتجي جاهزة مع الفروج مشوي ومع هيك هاي بتطلع نفسها نفسها يعني هلأ لو قلينا بطاطا ما بتبقى مثل هي إنه هيك فإذا حابين إنه تقلوا بطاطا وتطلع مثل الجاهزة عنجد جيبوها وهذا اللبن للي عنده أولاد صغار ممتاز رائع عن جد من بعد العمر الست شهور سبع شهور بلشوا طعمون ما شاء الله اولاد اختي كانوا صغار طبعا حسب الولد اذا كان بحبه او لا الطعميون منه ما شاء الله ما بينشالوا البركه يعني يصيروا طبوشين وما احلاهم وهيك كثير حلو كثير يعني انه ب... هيك بيساعد الولد و... وانه بيشبع فيه وبينام كثير كويس بنصحكم فيه وهذا الحليب كمان كامل الدسم اذا تعملوا مهلبيه او شيء كمان كتير طيب بس اللبن عن جد كثير كويس ويعني هون وين دخلتكم 600 حيط سواني شوي هلا جينا هون عشان افرجيكم خلصنا من اللبن قلت لكم ليش على اليوز بير مشان ما اخربت كل هاللفه مشان هذا الرز هلا هذا الرز اللي انا عم بستخدمه لانه كثير كثير اجاني تعليقات عليه رز اليوز بير في منه كثير الوان انت اختاري اللون اللي بناسبك بس انا بنصحك اليوز بير كل ثلاث اربع ايام كل ثلاث اربع ايام بيعمل عروضات بينزل ل 14 وربع ليره فانتبهوا على العروضات وفي كثير صبايا بتعرض قنوات انه هيك عروضات المولات وهي عن جد كثير حلو بتستفيدوا منهم يعني شايفين هلا سعره بينزل لل 14 وربع طبعا كثير الوان بحطوا البني طيب وهذا طيب هدول لا في المكسر يعني هلا في مثل هذاك الريشي الازرق هذا مكسر يعني انا بصراحه ما باخده ابدا ولا للمحشي ولا لاي شيء بس هذا للطبخ الاخضر الثاني الاحمر ممتاز بس اغلى واحد الاحمر يعني عرفته بس كمان بيعملوا عليه هون عروضات هذا ال 12 ما بفضله لانه كثير مكسر يعني بصراحه انه ما باخذه انا لا بناخذ 14 وربع بس بيكون على فكره 14 وربع سعره كثير بالنسبة لغيره حتى بالبيم صار أغلى يعني إنه عرفتوا إنه سعر حلو وهذا للكبسة أنا كمان إنه ما مجربته بس إنه هدول الرز العادي هذا هو وبنصحكم فيه وهذا هذا مجربته قبل كمان طيب بس بصراحة غالي كتير على الفاضي الفوق يعني بنصح فيه أكثر ونكهته كتير طيبة عند بتاكلوا الرز الرز هيك له مثل كيف بيقولوا سركة وهيك بيعلق عن جد كتير طيب ما بعرف انه هيك انا بحس نكهته كتير طيبة يعني عرفته انه اذا كانت الرز زي هيك تخينة وحمرة وفيها خط هيك فكتير طيب وكمان هون بينزلوا عروضات كتير حلوة بتشتروا بقيمة عشرة ليرات فيكم تحصلوا على عرض تاخدوا اي شي من هون اذا اخدتوا اكتر من عشرة مثلا عشرين ثلاثين بطلع لكم قطعتين ثلاثة المهم الفاتورة تكون متعدية لعشر ليرات بينزل شامبويا بتجنن انا من فتره اخذت شامبو بالتوم وهيك كمان حلو فبتمنى انه هيك ضل نزلكم انه شغلات تستفيدوا منه وهيك بس المشكله بتعرفوني انه انا كل حين ومين لنزل فيديو بيكون راح العرض وام العرض وابو العرض, وإبو العرض. بس هذا هلا مباشر يعني هلا هدول نازلين شفتوا كان العاشوره فكانوا منزلين هيك شغلات مشان العاشورة واخذت بالمناسبة ادوقها هلا رح اعطيكم رأيي فيها في جاهزة طبعا بيحطوا حلو كيف ما بعرف فاصولية وحمص وطبعا ما كان فيها مكسرات هي هي ورمان وهيك هلا منزلين رمان مع انه ما وقته فبيحطوا هيك في قلبها بصراحة اعطيكم رايي هلا رح اعطيكم رايي هلا انا بالنسبه لألي ما ما فضلتها زياده ما حبيتها يعني ما بعرف هي هي ماي طيبه لانه معلبات ما بعرف يعني عرفته بس انا بالنسبه لألي ما حبيتها وهلا هون اخذت هيك شوية غرض طبعا هدول كلهم ما لازميني الشامبو بالمناسبه هذا هو بالبيم كتير حلو بنصحكم فيه كمان هلا رح احط لكم صورة تنزل هيك فوق يعني شايفينها هي هي الصورة، عن جد كتير كويس والله بنصحكم فيها يعني انا حاليا للبيت للأولاد ولإلي حتى انا عم بستخدمه كتير حبيته بوقف هر الشعر كويس كتير يعني أكوس من غير نوعيات أنا بأي نوع شامبو تمام أوكي بنحطه يعني حتى صابون غار أي شيء أعترف لكم بسر لا عن جد هلا جيراني اذا رح يسمعوا رح يضحكوا فكتير وقت اللي بيسمعوا بيستغربوا انه نحن وقت كنا صغار ماما بتحط لنا دواء غسيل على شعرنا عن جد ما تستغربوا ما شوي شوي دواء غسيل دواء تبع الغساله اوتوماتيك او اومو سوبر تو غير شكل بيرخي ما بيرغي هذا بيفرض فرض عن جد والله ما عم بمزح انه نحن وما شاء الله يعني ما بدي احكي عن شعرنا وهيك يعني ما شاء الله يعني طبعا وقت كنا قبل يعني هلا تمام ما اشبه شيء بس ما مثل قبل مثال يعني انه ممتاز مختصر الحديث فما في شيء معين انه واو انا لازم استخدم ماركه لا فبنصحكم في هذا كويس حاج بحس حالي قريت كثير وهلا هون هي جينا على البيت وجينا بتحسوا هذا الفيديو مستعجل وانا راكده وراه بس بدي الحق الحكي مزبوط هون اول اول ما بلشت اجيب الاغراض هي لسه كان تليفوني القديم حتى شايفين التصوير اختلف شوي هون اول ما بلشت اجيب الغراض مشان حفله ميماس طبعا انا اخترت هذا اللون شايفينه اللي بيبقى ما لون الريشي لا هذا اللون الريشي بيبقى اللون هيك كيف ايش بيقولوا له هذا اللون عفني على لون العفني كثير حبيته مع الذهبي وفي هدول الكاسات عند اختي لونه الريشي وانا ما بدي لون الريشي بدي لون العفني يعني صار في فرق فحطيت لون الوان باللون الذهبي بما انه سعرهم غاليين يعني 20 ليره كل سته هيك شيء وانا بدي كميه فهي عندما لازمينا اوكي اخذتهم وحطيت لهم هيك هالحل دهنتهم هلا رح تشوفوا كيف رح يصيروا لونهم معهم عن جد كثير حلوين طلعوا اخترت هدول اللونين اعطوني رايكم فيه وجبت هذا اللون مشان الديكور طبعا والله كل اغراضي جاهزين هلا رح تشوفوا باخرتها بس اما هيك عم بحس انه في كتير شغلات انه لازم تصير قبل وهيك مشان هيك عايفه الحفله اخر شيء في مفاجاه جديده كمان صارت رح اشاركها معكم بس ان شاء الله لوقتها ما حاحكي عنها هلا بس صارت طبعا هيك رح نطلع من البيت عرفتوا فبس صارت وتمام شفتوني صورت برات البيت فمشان هيك رجعنا اجلنا الحفله لانه كل اللي رح يجوا رح يكونوا كمان برات البيت ما حيكونوا هون مشان هيك هون اول شيء جبت هاي مشان الديكور حكيت كثير ما معلش احسن من الموسيقى تسمعوا عليك تسلوا لكم شوي هلا قاعدين بالبيت هلا هون جبت هذا الشمس راح ادهنها مشان اعملها للديكور لعيد الميلاد فتمام دهنتها هيك بهذا اللون مباشر صارت يعني انه كيف بدي اقول لكم شافه ما ما زبطت لازم انه احط قبل لون ابيض بما انه دف اول مره بيدهن فلازم احط اللون الابيض بردت قهوتي عملت قهوه عشان ابرك واحكي معكم وبعدين احط هذا اللون الذهبي عرفتوا فهون بلشت هيك جربت ما زبط يعني يعني للبنات اللي حابين انه يلونوا بدف او شيء لازم انه قبل ندهن بلون الابيض بعدين نعمله هلا رح افرجيكم كيف رح نجهزه هون كمان ابداعاتي ما بتخلص شايفين بعد ما عملت هدول هيك قاعدة الكاسه مشان يصيروا يعني كلهم فرد لون عندي هذا البريق من صلوا فتره كثير عندي يعني فهيك مصدي شوي هو طبعا وقت ما جبته هيك ما كان يعني انه مصدي هو هيك فورا هذا صدى فقلت رح ادهنه باللون الذهبي بيلبق معهم لانه رح احطه يعني من ضمن الديكور وحطيت له هيك شوي طبعا صار حلو ما ستر كتير كان بده أكتر من وجه بس اما مقبول صار وهلا هون هي الشمس اللي رح اعملها من ضمن الديكور طبعا هي عملتها انا هيك شمس ذهبيه لانه راح احط فيها صوره بنتي يعني من ضمن الديكور راح احط فيها صوره بنتي هيك حيطه الحجاب هيك يعني انه انا بصراحه ما شفت هذا الديكور ولا بمحل ولا شيء انه انا خططت شفتها حبيتها وما حابه اعمل ديكور انه هيك كالمعتاد انه ديكور كتير عادي اكيد رح تشوفوه ما ح هيك الشغله شوفوا عملتها بهالشكل هيك خطوط خطوط مشان تعطي على شكل الشمس ولو أنت كليتها بالذهبي وخلصتها يعني بس مثل ما شفتوا حطيت لون الابيض لانه ما صار بس على لون الذهبي مباشر لانه شف يعني صار تحته بني فما صار حلو فهيك اعطى كتير لون حلو صارت كتير شكلها حلوه هلا ضل بس انه الصوره مش عم يسوي لي الزلمه كل شيء خلص وكل شيء جاهز بظلت هاي الصوره هلا اكيد رح تشوفوا باخره الفيديو شايفين شكلها كتير حلو طلع كتير حبيتها وكتير لونها طلع حلو حتى ب يعني بعدها بستفيد منها ديكور في البيت يعني بين كلوحة أو شيء أو بيضل فيها صورة تبع ليها بغرفتهم وهدول السياخ لغرفة القعدة وهي هون هذا هاد الورق للطاولات اللي رح يتغلفوا من ضمن الديكور هون هدول الصحون بدل ما أخذ صحون كرتون كان سعر الواحد 9 ليرات تقريبا 8 ليرات السلوفان قلبنا الكاسات اخذت هدول الواحد كان 10 ليرات وانا بستفيد منه اللي بعدين نايلون يعني بتليف وهيك هي صار شكل الكاسات شايفين اللون صار كتير حلو يعني نفس اللون قريب استفدت منهم احسن ما كانوا هدول من ولاده اختي يعني صار عندها تقريبا شيء فتره منيحه شي ثلاث سنين تقريبا وطبعا مقيومات كانوا جدد هدول مختومات ما لزموها وقتها يعني فمشان هيك انه اعطتني اياهم ما لازمين احسن ما اشتري جدد واخذت هدول الصحون للحلويات الصحون المطولات هيك الشكل اخذتهم والفوق المدورات للاكل وهيك هي كانت الشغلات هدول الكراتين اللي عندي جهزت كل شيء مشان ما أنعبت واشوف كل اغراضي هون فتحتهم كليتهم مشان اشوف كل, مش كل شيء لازمني وكل شيء انه هيك فالحمد لله كل شيء حاليا يعني جاهز ما في شيء نهائيا انه ناقصني عرفتوا بس انه اشتغل فيهم حتى الاكل الاغراض كلها عندي موجوده في البيت بس هدول هيك شغلات في بدهم عليهم تعديل مثلا رح احط شغلات على هدول وهيك في شغلات ما حاحكي مشان ما تنحرق هيك الفكره يعني انه شيت تشوفوها بوقت هدول قوالب عندي كنت وحتى قبل من البيم وشغلات هي اللي جبناها من البيم هلا كمان ال هدول ولا بالسيليكون هي الأشارة هيك كل شيء شغلات وهون شغله بتخص الديكور كمان بقلب هذا الكيس راح اعمل فيها يعني ديزاين معين كانوا محطوطين حتى هدول البرادي لغرفه القعده سيخ برادي راح احطه لغرف القعده يعني جايبتهم كمان طالعتهم قلت لكم هيك طالعت ايش في شغلات عندي مشان احطها وبنفس الوقت مشان اشوف ايش لازم وهدول من ضمن الهدية هذول اللي كانوا عندي من رمضان قلت اذا استخدمناه لسه حاليا ماني مفكره فيه وهذا القران اخذته مشان التوزيعات الهديه بس بصراحة ما لقيت كنت كتير حابه هذا اللون ما في بجياري شيء يا زهري يا ابيض وما ابيض ما كان في العدد اللي بدي اياه وحتى هذا فستان بنتي اللي راح تلبسه يعني مثل ما شايفين كل شيء جاهز هي الاغراض اللي راح يصير فيها الاكل في شيء بالبراد في شيء بخزن المطبخ كمان يعني ما كله بينحط هون بس هيك جهزت كل شيء مشان انه اعرف تمام انه ايش ناقص وايش ما ناقص وهيك ان شاء الله بظل ناقص نجهز الحفله وتصير واشاركها معكم خلي لي قلبكم وشكرا كثير لكم ولمحبتكم حبكم لالي ولمتابعتكم للفيديو عن جد بتمنى من كل قلبي كل صبيه ضلت معي لهلا تحط لي لايك like من ايديها الحلوين لانه بيرتفع الفيديو وبتشكركم كتير على تفاعلكم معي وعن جد شكرا من قلبي وانا كمان بحبكم كتير واستنوني في فيديو جديد واكيد فيديو جاي ما كان فيديو الحفله في عندي فيديو التنظيفات في رح ننظف البيت هم قبل الروحه وهم قبل الحفله لانه رح اجي مباشر من الروحه ان شاء الله رح تكون الحفله وهلا لهون بقول لكم يلا سلام استنوني في فيديو جديد